السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع حضراتكم إبراهيم صديق. في الفيديو ده مهم الناس كتير جدا جدا جدا، وهو إزاي تعمل CV بشكل محترف. في موقع كده اكتشفته اسمه stylingcv.com، ممكن تدخل على جوجل وتكتب stylingcv.com هيظهر لك بالشكل اللي قدام حضراتكم كده بالظبط. تمام، هنبدأ نعمل كده خطوة خطوة مع بعض، نستكشف كده الموقع ده عبارة عن ايه. طبعا احنا هنجيبه باللغة العربية كده من هنا، تمام. بعد كده اهو بالشكل ده هنضغط على احصل على سيرتك الذاتية بشكل مجاني طبعا، تمام. هيبدأ يطلب منك حاجات كده معينة تعملها، هنختار اي شكل من الاشكال اللي حضرتك عايزها. في كذا شكل هنا كده اهو، يعني لو ضغطنا هنا كده هنروح شمال وهنروح يمين كده. هنقول له مثلا انا عايز الشكل ده كده، انا عجبني الشكل ده صراحة. وهتقول له انت مجال شغلك في ايه؟ اعلام، ادارة، تطوير اعمال، تكنولوجيا المعلومات، تعليم. هقول له مثلا انا التعليم كده، واختار برضو لغة الكتابة نخليها عربي مثلا. هيقول لك معلومات التواصل معاك، ابدأ قول له اسم سيرتك الذاتية. طبعا هنقول له انا بالنسبة لي هقول له مثلا مدرس كمبيوتر بالشكل ده كده. الاسم الاول هنتكلم برضو عربي، ابراهيم. انا اخترت ان انا اكتب عربي يعني عشان يبقى سهل للناس كتير يعني، تمام. وهنقول له هنا اسمي كله، علي صديق عبد الغني كده. قال لي عايز بريد الكتروني، برضو مفيش مشكلة، انا هدخله بريدي الالكتروني كده. عايز كلمة سر، مفيش مشكلة، برضو ادخل له كلمة سر كده. وهقول له التالي. طيب انا كنت مسجل بيه قبل كده، فبالنسبة لي هقول تسجيل الدخول، واقول له سيف وسيرة ذاتية جديدة كده، واختار له كده ونبدأ. هنستخدم القالب اللي احنا كنا عايزينه كده. خبرتك متوسطة، خبرة عالية، مبتدئ. طبعا هنقول له خبرة، نفترض مثلا ان هي متوسطة، هيجي لك بالشكل ده، تمام. شايفين الحاجات اللي في الجنب هنا دي؟ الاسم وبيرسونال انفو اللي هي المعلومات الشخصية، والمقدمة والخبرات العملية والتعليم والمهارات، والمهارات الشخصية والتقنية اللي هي خاصة بشغلك، والدورات التدريبية اللي انت خدتها والحاجات دي، تمام. هتيجي الاول هناخدهم حاجة حاجة. الاول هنقول له بيرسونال انفو، عايز صورة، هو انا ممكن اضيف له صورة عادي، اختار ملف من على الجهاز بتاعك، اختار مثلا الصورة دي كده، اي صورة، بس يستحسن تبقى صورة بشكل فورمال. يعني حتى الصورة اللي انا حاططها دي مش فورمال قوي، ولكن انت دايما تحرص انك لما تيجي تضيف صورة ليك يبقى بشكل فورمال، تمام، او شكل رسمي يعني، تمام. رقم تليفون، هو عايز رقم تليفون، ممكن اهو كده. عايز تاريخ ميلاد كمان، ده دخل له كل بياناتك الشخصية عادي كده. العنوان برضو تدخله له عادي، هنقول له مثلا شارع 7 اب العامرية الاسكندرية كده. الجنسية طبعا مصري. كل البيانات اللي انا بدخلها بيانات شخصية، ممكن ما تبقاش بيانات شخصية صحيحة بالنسبة لي، ولكن انت تحرص دايما انك تدخل بياناتك الشخصية بشكل سليم جدا. خلصت الخطوة دي، ابدأ روح على الخطوة التانية وهي المقدمة، تمام. المقدمة بيقول لك يعني كلمتين عنك. انا قلت يعني هما كاتبين على الموقع بشكل اساسي كده للكل، تسخير ما املكه من احساس قوة من المسؤولية، التفاني في العمل والدفاع عن القوة في كذا كذا كذا. طب هو هنا بيقول لك اكتب اسم الشركة، هتيجي هنا كده تمسح الكلام ده عادي، اقف حدده كده ومسحها.
له مثلا مدرسة الإخلاص مثلا، على اعتبار إن أنا مدرس فاخترت مدرسة، طبعا مفيش مدرسة اسمها مدرسة الإخلاص، ولكن أنا اخترت حاجة بشكل كده يعني. تمام. بعد كده بيروح بيقول لك عايز الخبرات العملية. الوظيفة اللي أنت فيها تضغط فيها هنا علامة تحرير، وفي نسخ وفي مسح. تحرير الوظيفة الحالية، المسمى الوظيفي. أنا طبعا المسمى الوظيفي بالنسبة لي مدرس كمبيوتر. تمام. مكان العمل مدرسة، زي ما قلنا مثلا مدرسة الإخلاص كده. المدينة والله أنا بالنسبة لي العمرية، في دولة تغير الدولة دي هنقول له مصر. تمام. هو انت بيطلب منك انك انت اشتغلت فين قبل كده، فانا قلت له ان انا كنت شغال مدرس كمبيوتر في مدرسة اسمها كذا من تاريخ كذا الى تاريخ كذا. تمام. فممكن نخلي دي هنا نصغرها، بس ان هو انا كنت شغال بقالي سنتين مثلا او كده، فانا غيرت. انت بتغير من فبراير ده اللي هو الشهر، وهنا فبراير برضو الشهر، وهنا السنة. انت اشتغلت من شهر فبراير 2015 لحد شهر فبراير 2020. الإنجازات والمسؤوليات، أنت هتكتب بقى إيه أهم الإنجازات التي قمت بها، وابدأ اكتب كده هنا. تمام. كتبت دي، أبدأ أكتب اللي أنا عايزه، اللي هو تطوير مثلا حجرة الحاسب الآلي، تطوير المدرسة والسيستم الخاص بها. اي بقى انجازات انت عملتها. خلصت، قول له هنا حفظ. تمام. وابدأ قول له التعليم الاكاديمي بقى اللي هي الجامعة بتاعتك، الدرجة العلمية. انت طبعا الدرجة العلمية برضو تدوس تحرير، الدرجة العلمية اللي انت حصلت عليها. هقول له مثلا بكالوريوس تربية. تمام. تخصص حاسب آلي، الجامعة بتاعتي كلية تربية. هنحدد له دي كده ونقول له جامعة كفر الشيخ مثلا كده. قعدت في الكلية دي من سنة كام لسنة كام، فأقول له مثلا أنا كنت في 2007 إلى قعدت 4 سنين، من 2007 يعني ل 2011 كده. وممكن كمان تريح نفسك وتكتبها هنا، تحددها دي كده وتكتب 2011 وخلاص وتريح نفسك. تمام. إيه الحاجات دي؟ ممكن يقولك الدولة أو المدينة اللي كنت فيها والكلام ده، وقت أنت ممكن إيه اختياري بالنسبة لك، ممكن تكتبه ممكن ما تكتبوش. وقول له حفظ. المهارات التقنية زي ما هو كاتب لك شرحه، اظهر لصاحب العمل ما يمكنك القيام به من مهارات. انت عندك المهارات ديت، فانت هتضيفها للمكان اللي انت هتشتغل فيه، الشركة او المدرسة او ايا كان المؤسسة اللي انت هتشتغل فيها. تمام. فبص هنا كاتب لي ان مايكروسوفت مثلا 90%، باوربوينت 70% بالنسبة لي، عشان هم عرفوا ان انا تخصص كمبيوتر. تمام. بعد كده هتقول له المهارات الشخصية، مهارات التواصل، الفريق، الوقت. انت مثلا لو قلنا مهارات التواصل وجيت عملت لها كده، تدي نفسك تقييم من كام؟ 9 10، كام من 10؟ تمام. بتخلصها وتقول له حفظ. بعد كده مهارات الفريق 70 80، بتعدل انت كل حاجة هتخش عليها. حل المشاكل مثلا ممكن تقول له كام؟ 10، انا عايز 10%، انا بحل المشاكل 100 100، تكتبها كده. تمام. بعد كده بنخش على المرحلة اللي بعد كده، وهي مرحلة اللغات. حضراتكم واخدين بالكم ان انا بختار من هنا الحاجة اللي انا عايز اعدلها واقول له اضغط عليها، بيفتحها لي هنا بحيث ان انا اعدل عليها. اللغة العربية واللغة الانجليزية، هو مثلا انا في اللغة العربية طبعا 100% دي لغتك الاساسية. اللغة الإنجليزية أنت مش أساسا شايف إنك بروفيشنال برضو، مش 7 7 من 10، دي شايفها قليلة، تدي نفسك 10 مثلا من 10
بتقول له كتابة. طبعا شايفين الكلام، اكتب جميع اللغات التي تجيدها سواء كانت شفوية أو كتابية، فلازم تاخد بالك إنك أنت بتستخدم اللغة دي، ممكن تضيف لغات كمان. تمام، من هنا ممكن أقول له أنا عايز أضيف لغة كذا، فرنش مثلا أو ألماني أو أي لغة أنت عايز تستخدمها أو شايف نفسك إنك بتستخدمها بشكل كويس يعني. تمام، أقول له مثلا هنا الفرنسية، هيطلبها هو. الدورات التدريبية اللي حضرتك حصلت عليها تضغط عليها كده، هنا اسم الدورة التدريبية اللي انت حصلت عليها، هتقول له مثلا ايا كان اسم الدورة، اقول له مثلا ICDL مثلا، انا بالنسبة لي جهة الاصدار مثلا كانت جامعة الاسكندرية مثلا كده. التاريخ اللي انت اشتغلت عليه فيها، يعني مثلا هنا هتحدد مارس مثلا 3 مارس 2013 مثلا كده. ممكن كمان تضيف، خلصت انت دي ممكن تكتب تفاصيل عنها، ان انت تجيب مثلا بالنسبه لدوره الاي سي دي اللي دي بتتعلم فيها الاي تي وبتتعلم فيها الانترنت وبتتعلم فيها باوربوينت واكسل الاوفيس بصفه عامه، ممكن تكتب هنا شرح. بعد كده ممكن تضيف اضافه دوره تدريبيه، انا مثلا ممكن اكون اقول انا اخدت الكورس جافا وتعلمت فيه كذا وكذا، وخدت إدارة أعمال وتعلمت فيها كذا وكذا. ممكن تضيف كل دي، بعد ما بتخلص هتدوس حفظ، وبعد كده هتلاقي خانة إنك تضيف حاجة جديدة. تمام، فخور بكوني، شايفين فخور بكوني دي حاجة كويسة جدا جدا جدا، يعني شايفين منظم في التفكير الإبداعي، الفاعلية، الإنتاجية، أخطط لتحليل مشاكل كذا، أعمل بروح الفريق واحد كده. وممكن تضيف بقى انت كمان هنا، تضغط على اضف فخور بكوني كمان وتستخدمها. بالنسبة لك برضو ممكن ادارة الوقت، العمل، العائلة، التخطيط، تقدر تدي وقت لكل حاجة في حياتك. طبعا ممكن كمان تحط له رسم بياني بالشكل ده كده، تمام، وتعدل فيهم زي ما انت عايز. رسم بياني اهو بالشكل ده، تمام، بالشكل زي ما حضرتك عايز بالظبط. انت خلصت، تضغط على المعاينة والتحليل والتحميل بالشكل ده كده. شايفين مدرسة الإخلاص اتضافت، ومدرس كمبيوتر، مكاني العمرية مصر، إنجازات اللي أنا كتبتها هنا، مكان العمل السابق، المدينة. طبعا في حاجات متسابة فاضية لأن أنا معدلتش عليها، ممكن أنت تعدل عليها زي ما أنت عايز بعد كده. تمام، ممكن تغير شكل الألوان، اللون بتاع السي في نفسه، تمام، شكله الشكل اللي حضرتك عايزه ده كده بالظبط. هنا بيقول لك انت عايز تحفظه ملف بي دي اف، تمام، هو يحفظه لك ملف بي دي اف، بس انت طبعا ما ينفعش تاخده بره وتضيفه وتعدل عليه من بره، لازم تعدل عليه من داخل الموقع. تمام، فهنا بيديك خيار، عايزه صفحة واحدة متجمع فيها كل حاجة ولا صفحات A4؟ يستحسن تخليه صفحات A4. تمام، هنشوف كده هو نزل ولا لأ. تمام، كمان في حاجات ممكن تستخدمها بفلوس، تدفع لها فلوس، تمام، بيانات الدفع ممكن تستخدمها تدفع لها فلوس. الموقع مجاني، في مجاني طبعا وفي مدفوع، وانت الموقع جميل جدا انه يعمل لك سي في زي ما حضراتكم شفتوا من شويه، شكل السي في طلع بقى شكله عامل ازاي. تمام، ممكن تستخدمه في اي وقت، تمام، وبشكل كويس جدا. تمام، وبكده اكون انتهيت من الفيديو دوت، يا رب يكون عجبكم، يا رب تستفادوا من الموقع بشكل كويس جدا. للناس كتيره بتسالني ازاي اعمل سي في، او بتجيب لي بياناتها اصلا وتقول لي اعمل لي سي في. شكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.